إذن الآن السيد أحمد المشرقي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. أنا في البداية نحب نوجه تحية خاصة إلى أعضاء لجنة التوطئة، لأنه في الحقيقة عملنا في إطار توافقي وفي إطار يعني يطغى عليه روح الموضوعية، وشفت أنه داخل اللجنة هذه هناك من هو من كتلة يعني ينتصر لرأي شخص آخر قد يكون في الصورة التي تسوق هو نقيضة، وبالتالي عبرنا داخل اللجنة هذه على روح التوافق. وأنا بالمناسبة أهنئ اللجنة على ما توصلت إليه، كما أقدم جزيل الشكر اللي اعترفوا به تقريبا زملائي اللي كانوا معنا في اللجنة إلى الدكتور نجار على جهده المتواصل، وأيضا إلى أعضاء مكتب الكتلة اللي كانوا مجتمعين ويعملوا من أجل أنهم يسهلون العمل. أنا في الحقيقة يعني سمعت الملاحظات اللي كلها واللي فيها إيجابية ولا بد أن تنتبه لها اللجنة، لكن أنا سأتكلم في موضوع آخر أظن أن الكلام لم يتناوله. وسبق في الحقيقة وأن تكلمت مع العميد الصادق بالعيد في هذا الموضوع، هو ما هي الفلسفة التي نكتب بها دستورا، ما هي الخلفية الفلسفية النظرية، أي ما وراء الدستور الذي هو شرط كتابة كل دستور. أنا أعتقد أن هذا الدستور جاء بعد ثورة، وأن الدستور الذي يكتب بعد ثورة يكتب بطريقة تختلف عن غيره من الدساتير، سواء كان عن الهيبة أو غيره من الدساتير. هذا الدستور يجب أن يستجيب لشرطين أساسيان. الشرط الأول أن يكون معبر عن روح الشعب، والشرط الثاني أن يكون معبر عن روح الزمان. فإذا قرأت التوطئة بكل ما قيل فيها، وقرأت المبادئ بكل ما قيل حولها، ووجدت أن التوطئة والمبادئ مستجيبة للتعبير عن روح الشعب وعن روح الزمان بالقواعد المعروفة والمتعارف عليها في كتابة الدساتير، أعتبر أننا نجحنا. يثبت هذا من خلال أننا عندما كتبنا عبرنا عن روح الشعب، الإسلام ومقاصده، اللغة العربية، الحركة الإصلاحية، المكاسب الوطنية. إذن فقد استجبنا لروح الشعب، روح الزمان. أننا عبرنا عن مدنية الدولة، عن جمهورية ديمقراطية تشاركية، عن الفصل بين السلطات، عن احترام حقوق الإنسان، عن المجتمع القائم عن المواطنة. إذن فقد استوفينا الشرطين. بقي أن ننظر إلى ما يتجاوز روح الزمان، وهذا الذي يغيب. ما يتجاوز روح الزمان هو الذي يجب أن يضاف، لأننا نكتب أيضا دستورا للمستقبل وليس دستور الآن. دستور المستقبل أي دستور ما بعد روح الزمان الذي نحتفظ بروحه ونضيف إليه. ما الذي يجب أن يضاف؟ يجب أن نضيف تأكيد معنى أن الحياة السياسية والاختلاف بين المواطنين التونسيين يجب أن يدار في السلم والأمن المدنيين، لأننا تجاوزنا روح الدساتير المكتوبة اليوم بانتمائنا إلى المستقبل عندما أشرنا إلى الطبيعة والرفق بالطبيعة، وهذا من الناحية الفلسفية التي تقام عليها الدساتير هو تحطيم لمقولة سادت من القرن السادس عشر: الإنسان عدو الطبيعة. نحن اليوم نعيد صياغة علاقة أخرى أن الإنسان متصالح مع الطبيعة، وهذا ما نجحت فيه المقدمة. اثنين، أننا أكدنا على مقولة أخرى وهي أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع ودوائرها الأخرى وصولا إلى الدولة، ونحن نعلم أن سياق العولمة الآن يقوم على تذرية الأسرة وتذرية الفرد. إذن فنحن استجبنا إلى هذين الشرطين. إذا أضفنا الشرط الثالث وقلنا بأن الاختلاف والتنافس السياسي وآليات الحكم، نعم سأنهي، إذن التنافس وإدارة الاختلاف يجب أن يدور
تحت منطق السلم والتخلق المدنيين، وبالتالي نكون استجبنا لذلك. بقيت نقطة واحدة، أنني كنت أود أن أتكلم عن مجموعة الحقوق التي أتينا عليها كلها، كل الحقوق أتينا عليها في المبادئ، الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والحقوق والإنسان بما هو كائن رامز، والإنسان بما هو كائن مكرم، والإنسان بما هو كائن تواصلي، لأننا أتينا على كل هذا. بقيت نقطة أنبه إليها السادة المسؤولين في مكتب اللجنة، هي أننا لم ننتبه إلى الإنسان الكائن العامل. لا يمكن اليوم أن نستشرف المستقبل بدون الإشارة إلى الإنسان كائن عامل، لأننا نعلم أيضا أن الثورة كما ثارت من أجل إعادة إحياء منظومة القيم، ثارت أيضا من أجل المطالبة بالعمل. وشكرا. بارك الله فيك. يعني قد يبقى الإنسان يستمع لك حتى ولو تجاوزت الوقت، لكن يجب أن نحترم الوقت. شكرا سي المشرقي.